مشاهدينا نيتشر مع مارك بيروتي. ومارك انا عامل بانيك اليوم وملبك قبل ما نفوت بموضوع حلقتنا المهم جدا، بس ما عم بعمل منيح مع البوز الزريع عندي. مش هيك ما عم تبعت لي صور؟ حاسه ضعيفه، عم بحس كنت تبعت لي صور قبل، حسيت بمحل قل الترابيت قل له شوي. اخي خليني نجاوبك قبل ما نفوت بالموضوع. هو تعرف انه النبته لتكبر بدها تاكل، يعني مشان هيك لو وحده بتكبر، فهي هي بتخفف من التربه، بتاكل من التراب، خاصه بتاخذ منها المينرالز الموجودين. مثل ما عاده تنربي عضل لازم نعمل اشياء وهيك، تتربي البلانت، تتربي زهور وورق، بدها تزيد لها وقت تراب وتزيد لها مينرالز. هيدي هي كثير هينه. انا فكرت جاري عم بياخذهم او زحول عن جد نزلوا بطريقه. هلا في اسباب تانية، يعني اوقات مثلا من مطرح ما بكون في درينج يلي هي بتطلع المي لبرا، كمان بيتفتفت التراب معه وبيطلع شوي شوي اذا ما كانت مسكره او مش محطوط مصفايه. بس هذا الشيء كثير طبيعي لانه نبته بدها تكبر وبتاكل من التراب. طيب مارك، موضوع حلقتنا اليوم كثير حلو، عيد الدنح او الغطاس، صح، والنبتات الريليتد لهذا الموضوع 100%. اول مره بعرف تحت الهواء انه البخور هي نبته، ما عندي هالمعلومات. ايه البخور هي شجره، واللي عم نحكي ليه رح نحكي عن البخور وهيك، لانه اليوم هلا الكنيسه بتحتفل بعيدين كبار وفي كمان اعياد ثانيين، بس انه عاده اليوم في عنا عيد الارمن. بعرف انه انت عندك بارت أرمن. هلا بتقلنا كيف بيقولوا ميري كريسمس وهيك بالأرمنة. في كمان أكيد عيد الغطاس يلي أوقات، وفي كمان أو حتى العماد، يعني وقت يعني هو أول مرة إذا بدك يسوع بيظهر حاله إله يلي هو وقت عمده يوحنا المعمدان. وفي عنا عدة أعياد أكيد، فهولي كلهم إذا بتفكر فيهم رح تشوف كيف كلهم عندهم ريليشن شيب مع الشجر ومع الطبيعة، وبدنا نجرب ندور عليهم. فرح بلش بواحد من الأعياد يلي خاصة عند الأعياد اللاتينية يلي هي وقتها كمان يسوع ظهر للمجوس، يعني وقتها اجوا لعنده أكيد، وكانوا حاملين ثلاث كادويات رح نحكي عنهم اللي هن البخور والذهب والمر. اثنين منهم هن نباتات هلا أكيد نحكي عنهم. كنت عم بقلك أنه في أكيد كمان العماد، ورح نبلش نضوي على النويل الأرمني أكيد، وهون أنت بدك تساعدنا نقرأ شو بدنا نقول. شرونافور نورداري يفسورد زنونت، شو عم نقول لهم؟ يعني هابي نيو يير وميري كريسمس. ميري كريسمس وهابي نيو يير 100%. بس لما تقول نورداري يعني سنه جديده، اوكي، ييف يعني وا، سورد زنونت يعني ميلاد مبارك. سو بدنا نقول اكيد لكل الارمن هذا الشيء. ستيفاني اذا عم تحضرنا كمان الا ميري كريسمس، وتقلك انه اكيد بالكريسمس الارمني في كثير عادات كثير حلوه، يعني فينا نعمل حلقه عنها قد ما في ريليشن شيب كثير حلوه مع الطبيعه، خاصه اكيد يعني في تراديشنز كثير مهمه على نيو يير، في اشياء كثير حلوه. حبيت احط هذا الصوره بالاول وتقلك شغله كثير مهمه. صوره الشجره هذه من هلا عم بقول لك بجلاندل كاليفورنيا، هي بتعرفها هذه اكيد بجلاندل كاليفورنيا. اوكي، اكبر جاليه ارمنيه. حلو، وهيدي الصوره بحب نحكي عنها كثير. في ريليشن شيب كثير كبيرة مع الرمان أكيد والأرمن، مشان هيك هن كتير بزينوا بالرمان، فهيدي كتير معروفة. هول الصور في منهم بعتين ليهم الناس من أرمينيا، يعني بتشوف كيف أوقات على الشجرة إذا ملاحظ الألوان، يعني هون عنا الكاكي مثلا، وعنا كمان الرمانة اللي هي بتدخل كتير بعادات الأرمن، وحتى في ناس بيعملوا كارفينج على الرمانة. هيدي رمانة طبيعية، يعني بتعرف عندي واحدة كان لازم فكر جيبه رمانة طبيعية، بيتركوها تجف بطريقة طبيعية وبتحافظ على شكلها وبزينوا عليها من برا. والرمانة عندها كتير عادات وتقاليد يعني مهمة، وبتشوفها بالتزيين كتير، وفي أمثال لبنانية كمان لها علاقة بالأرمن. وما فيك تتخيل قد الرمانة كمان هي نبتة مهمة للفينيقية كمان، يعني وهولي بدهم حلقات يعني أكيد تنبقى نحكي عنهم. فهو كمان كيف بصير في تزيين أكيد عند الأرمن بهذا العيد، وفي كتير احترام كتير كبير للحيوانات وبفكروا فيهم حتى كمان أنهم لازم يأكلوا، هذه أشياء مهمة. وفي كتير تقاليد أكيد بالأكل وهيك. ولأقول لك بس كمان شغلة، لما بنشوف كمان ليمون بيتزين فيه كمان الشجرة بس أقل من الرمانة. وتنحكي بعد كمان شغلة مهمة تعرفها، أنه عندنا شو بسموه المشمش، هو كمان واحد بيدخل كتير بأطباق من العيد، والمشمشة وحتى شو اسمه المقتة اثنيناتهم عندهم أسامي لاتينية ريليتد للأرمن. يعني اللي ما بيعرفوا المقتة اسمها أرمينيوم كيوكامبر، وهي جاية أصلا من أرمينيا، وهي أصلا ما لها علاقة بالمقتة، انه خيار المقتة قريب على الشمام. وشغله كمان نعرفها انه ايفن تعجبت
المقتة هو أكثر شمام مش خيار بالمرة. بس عشنا كل حياتنا نحن مفكرينها شبه خيارة، مزبوط ولا إيه؟ بس إنه معروفة هي، يعني سيانتيفيك ما هي، هي حتى في ناس تتعرف وبلبنان بتصير كتير بيشتروا بذر مقتة بيزرعوا بتطلع شمام أو بالقلب، لأنه هن they graft مو هيك. وكنت عم أقول لك كمان قبل ما ننتقل من عند النوال الأرمني، حتى المشمش اسمه باللاتيني برونوس أرمينياكا اللي هو كمان جاي من أرمينيا، فهولي كمان كلهم بنشوفهم على الشجر وبالزينة in terms of نباتات وهيك. رح ننتقل لشغلة تانية بتصير اليوم، خاصة هي جاية من أوروبا أكيد العادة، يلي هي بتعرف أنه بنعمل الجالات، والجالات عادة بقلبها في الفاف، فهولي كلهم الفاف لما كنا عم نحكي عن فاف جواتها أكيد كنا عم نحكي عن الفول. والجالات شكلها المسطح هيدا هو لانه اعتقاد كتير قديم انه الارض كانت مسطحه، سو عمليا هيدا الشكل الجالات ليش هيك موجود. فرح نفوت والله خلتنا امبارح كانت مع واتس كوكينج مع دلال، عملته جالات، عملنا جالات دروع هلا واكلتوها وقصيتوها كل شيء وعلى الاصول حسب التقاليد على الاصول هيك. طب هلا انا عرفت امبارح وبعرف انه رانيا فازت بالفاف. طب هلا رح نشوف اذا على الاصول عملتوها، رح خبرك كل شيء عنه، كل شيء السكري تبعها. سو هون عم نشوف الفول بالاول يلي هي بتعرف الفول شكلها مثل الامبريون او الفيتوس تبع هذا الولد، فمشان هيك هي كانت كثير مهمه، وهي من النباتات اللي كانت كل حياتها نبته مقدسه يعني، وعندها اعتقادات كثير، خاصة لأنه شكلها هيك، كان لما يكون مزروع فول، تخيل مش عم بحكي، عم بحكيك شيء مثبت علمياً، بيتاغور كان عنده، كان في حرب، كان عنده شواء أو يقطع بمطرح في فول أو يروح لهون ومعقول يموت وراح من هون، لأنه كانوا يعتقدوا أنه الموتى بيعيشوا بمطرح الفول، دائماً بيطلعوا من هونيك بسبب شكلها وبسبب هيدا النبتة. وكانوا دائماً لما يعملوا حفلات الرومان من كتير زمان، تيقولوا مثلاً مين معقول يربح أو بالانتخابات، كانوا يجيبوا فول أبيض وفول أسود، ومن وقتها الفول هي هي دائماً يلي بتخلي إذا بدك لما يكون في تصويت، هيك كانوا دائماً يعملوا تصويت، يعني بدل ورقة بيضة بدل كذا، كانت دائماً الفول هي تاخذ هذا الشيء. هلا في أشياء ما بتنقال على الهواء لها علاقة بالفول وبالحفلات عند الرومان، بس هاي الفكرة. فبالأول أول لما كانوا يعملوا إذا بدنا نقول الجالات، كانوا دائماً يحطوا جواتها فول هون مثل ما عم تشوفها، مع الوقت تطوروا هالفول كلهم وصاروا عملياً مثل ما بتشوف هلا بالصور، صاروا كل هيدي الصور بيتجمعوا مثل ما هن، وهول في ناس بجمعون وين ما كان بالعالم. هلا انا رح ابعت لغنوة صور من امي على الكوليكسيون تبعها، بتقطن لها بعد شوي. والناس يلي تحتفظ بالفاف كل سنه، صرنا من زمان كتير يعني، حلو كتير. وهول العالم بنسميهم الفافو فيل، يلي بجمعوا الفاف يعني، مش فابو فيل هديك بتصير مرض يعني. فليك قديش فيهم يروحوا، حتى هول معمولين من ذهب اللي عم تشوفهم هون بالصور، يلي هالقد في ناس بجمعهم. هلا السيكرت تبع الجالات تخبرك شو بيعملوا. عادة نفترض كنا نحن مثلاً 6 أشخاص، عادة بقسموها لـ8، يعني بدك دائماً تحط 2 بارت زيادة. أوكي. واحدة بسموها البارت تبع البوفر يلي هي بيعطوها لأول فقير بشوفوه، واحدة بسموها البارت تبع جيزو اللي هي بتتارك ليسوع. وهوليك كيف بقسمون؟ بحطوا تحت الطاولة أصغر حدا بالبيت، يعني مثلاً نحن عنا بالعائلة فترض كنا 14 بنقسمها لـ16، أكثر حدا صغير عنا ألكساندر بينزل تحت الطاولة، هو بيقول الآن لأمين طبعا يصير في زعبرة وطبعا حدا يعمل شيء. هذا الأصول كيف تنعمل، التين لأمين التالتين لأمين هيك بتنقص، وبعدين بيتركوا واحدة لفقير واحدة ليسوع. فمفروض عادة بحطوا واحدة أو بحطوا 2 بقلبهم. هيدي قصة عادة عن الفاف كيف بتنعمل وكيف تتقسم. كملت لك يعني أول شيء الفاف لأنها نبتة بالأساس، يعني هي الفول وكل المعاني تبعها، وهي اللي كانت كل حالات العلاقة بالانتخابات. واثنين لأنه الأرض كانت بوقتها هي مسطحة. نعبوا بانتخابات هلا. إيه. نرجع ننتخبهم هن زيتون يعني جارنتية هيدي. إذا بالفول. بالمباشر من الجلاد دروا تبعيتك يعني. ليك إذا بدك هلا فينا، هو لأنه في كتير أمثلة العلاقة بالفول، بس رح أعطيك واحد منهم. لا بس هل. لا رح أعطيك مثل كتير حلو على الانتخابات اللي أنت عم بتقوله. بيقولوا بتعرف إذا ما حدا يزعمين هو المثل أنا ما خصني يعني، أوقات في بتكون ست كتير بشعة ومش معقول حدا يتجوزها وبتتجوز. سو المثل بيقول كل بيقول انه كل اذا بدك نسيت كيف هلا بتنقال اكزاكتلي كل هيك عندك اياه الاعور، يعني هي دائما فيك اياه الاعور، ونحن بالانتخابات فينا نكون اياه الاعور يلي هو ما شاف السوس الفول اللي ما قال عازه وكمان بكون نقيها يعني. اذا بغض النظر انه ما في ست بشعه، كل ست انا قلت مميزه وعندها انا قلت لك بالاول ما قصدي، بس التقليد اللي عم نحكي عنهم يعني كثير في حدا بينزل تحت الطاوله والاصغر سنا يعني، هو كله تفاصيل حلوه كثير، لانه هون
مارك عم تحكي تاريخ انت صرت، مش بس عم تحكي 100% هول التقاليد موجودين اكيد. نحن بلبنان عندنا زلابيا وعندنا هالاشياء كلها، بس عم نخبر عنهم. فينا فرجيك صور من كوليكسيون تبع امي اكيد. كيف بتجمعهم؟ هول تبع من كل سنه يعني اكيد، يعني هيك مثلا هيدا صار فيه المغاره، لانه اذا بتجمعهم بصير عندك اشياء ثانيه. شوف الصور هيك على السريع، بتصور عند اكثر من 200 وحده يعني. فهلا اميتنا روعه عن جد. يس، وحطيتهم هلا اكيد تصورتهم، لانه هلا قلت لها انت حضرت، فهيك على السريع. سو هيك في ناس بجمعوهم مثل ما كنت عم اقول لك. كيف من وجهه لتحيه كثير كبيره 100%. صراحة ارجع انا لعندي اكيد فرجي كم صوره عن كيف في زلابيه بلبنان، كيف في الجالات كمان حسب البلدين. في كل هالكيكس اللي بيعملوهم يلي بتتغير من بلد لبلد، وكمان بقلبهم اكيد كمان بينحطوا كل الفاف اللي عم نحكي عنهم، وشاف شرب اللي عم يحضر وهيك لازم يعملنا منهم. هلا تنوصل للعيد الثالث يلي انت كان عنده زلابيه اكيد. طبعا تنوصل للشغله الثالثه اللي كنا عم نحكي عنها ويلي انت قلت لي انه اول مره بتسمعها. هو كمان اليوم هو وقت اجوا المجوس سجدوا عند يسوع وجابوا له معهم ثلاثه كادويات. اوكي، هلا بتعرف انه ما في شيء مثبت بالانجيل انه هن كانوا ثلاثه مجوس. نحن واسيوم انه هن ثلاثه بسبب الهدايا اللي جابوهم، هيدي الفكره. فاكيد هن عندهم سيمبل، يعني جابوا ذهب بخور ومر، وحده تيقولوا له انه هو الملك، وحده تيقولوا له انه هو اله، والثالثه لانه رح يموت ويرجع يقوم. فهيدي كانت هن كلهم رموز يعني. بس نحن نحكي عنهم يعني البخور والمر هن شجر اجمالا بيجوا من البلدان العربيه، خاصه في منهم اكيد بالسعوديه وهيك، بس الاهم هو كمان باليمن. هنيك هالاشجار بيطلعوا في درجة كانوا مهمين من زمان، اللي كان يسيطر عليهم كان يقدر يسيطر أوقات على التجارة العالمية، لدرجة الفراعنة جربوا وفي كمان صور ينقلوهم يزرعوهم عندهم، وأخذت حروب ليقدروا يعملوا كل هالأشياء وهيك. هلا هو شو البخور؟ هلا بنشوفه كيف بيكون بعد شوي. سوري بس بتصور كان غالي كتير البخور، يعني من المواد الكتير غاليين. صح، من اغلى نباتات العالم كلها كانت دائما البخور كشجر اكيد. سوري بس ترجع حتى الصوره المضبوطه. عمليا رح نرجع هون نفرج الصور. فالحروبات كانت ليسيطروا على البخور، فصار في رح نفرج الخرائط من وين، يعني كانت من هالمنطقه كلها يجربوا يشيلوا البخور ليزرعوه بالمطرح الثاني، وكانت تعمل مشاكل كثير كبيره ومن اهم الحروب بالعالم. وهون عندنا صور كيف وقت الفراعنه كانوا يعملوا سيكريتس يزرعوهم بمطرح ثاني. وهون كمان من عند الفراعنه صوره كيف نقلوا شجر البخور، مبين كيف طريقه النقل حتى 100%. فهول كلهم قديمين روعة الفراعنه على فكره. روعة. صح، فتخيل قديش كانوا يفكروا بهالاشياء من كثير زمان وموجوده عندهم. فهلا حتى كان يستعمل بالتحنيط، مشان هيك كان البخور كثير جدا غالي. ونحن بنعرف انه البخور هو هيك يعني مثل حجره بتحطها عمليا وبتطلع ريحه حلوه هيك. هلا كيف بينعمل البخور؟ هذه هي الشجره. سو تطلع حواليك صحراء، حرارة كتير عالية، بس عايزين كمان السقعة تبع الصحراء بالليل تتعمل بخور مزبوط. هون نحن كيف بيوصل لعنا أكيد البخور؟ في كتير جريدز لها علاقة فيها قبل ما توصل البخور وتكون هيك. هلأ كيف بينعمل؟ ليك قدية طويلة الفكرة أمين. سو إذا ملاحظ هالصورة نقيتها قصد تشوف البحر وراها، وشجرة صحراوية بالصحراء ودغري حد البحر. فهيدا المناخ اللي بتطلع فيه مطارح كتير صعبة لحيالة شجر تاني يعيش. وكيف بيكونوا هلأ كيف هن؟ أكيد البخور والمر هن شجرتين مختلفة، بس الكونسبت ذاته. سو بيجوا أشخاص متعلمين كتير الشيء اللي عم نشوفه قدامنا، يلي هو بيضربوا الشجرة، والشجرة لما تضربها بيقولوا أنه كأنها بتبكي. سو بتطلع هيدا السيف يلي هون عم بتشوفها قدامك، هيدي بركي مهنة متوارثة من آلاف السنين أكيد. فلأنه بيضربها بطريقة ما يقتل الشجرة وتطلع هالصمغ يلي عم نشوفه قدامنا. هلأ هون الشيء الأساس اللي لازم نعرفه أنه النبتة كيف إذا أنا مثلا كانت عندي حرارة بعرق. سو النبتة أول سين دو ديفانس تبعها هي بتطلع الصمغ لتسكر الجرح يلي صار لها. هلا هن بيضربوها ليطلع أول حجار، بيرجعوا أكيد هن متعلمين كيف يعني بيضربوها ليطلعوا الحجار هيك يطلع زوم أكثر. فهيدي السيف لما بتطلع لبرا مع سقعة الليل بتجمد وبتصير حجر، وهيدا هو اللي بيصير بخور. يعني إذا بدنا نقول البخور بحد ذاته منه هو الشجرة، هو الصمغ أو اللاتكس أو السيف اللي بتطلع من أنواع من الشجر اسمهم أو كوميفورا أو كمان بوسواليا يلي هن بخور والمر، مش ما رح نفوت انه بيشبه بعضهم كثير يعني عمليا. فبيطلع منهم هيدا السيف وهيدا الحجار يلي عم نشوفها هلا هون قدامنا يلي بتتجمع
والمظبوط اكيد بينعمل له جريدنج على الايد وبتاخد كتير وقت ليقدروا اكيد يعملوا بخور، مشان هيك في كتير زعبارات فيه. بتشوف الالوان كتير بتختلف، ليك قديه بتفرق من شجره لشجره، وهيدي بدها علم بحد ذاتها ليعرفوا. بس شو اللون لما بيكون لونه لو تعرف انه هيدا بخور ما في، لانه بيفرق من سيزن لسيزن يعني. هيدي الفكره. بس اللي بيعرف بالبخور بيقدر يعرفه من اي شجره ومن اي منطقه بتجي، مشان هيك بيوصل اسعار البخور اوقات لاشياء اسعار خياليه. يعني اذا بتطلع من زمان الاشياء كانت كثير غاليه، كان البخور والمر، في عنا العود يلي كمان بينعمل بست طريقه، بس هو خشب من قلبه للنبته مثلا، كمان الجنجر وكل هول كانوا السبايسز الجدا غاليين يلي هن عملوا حروبات يعني بالعالم، مثل ما فرجيتك قبل ما كثير اكيد حكينا عنهم. والبخور امين عنده فوائد كثير طبيه، يعني مش بس انه هو اذا بدك بس للريحه وهيك. حاليا البخور عم بيتاخد، ما بدي يكون عم بقول انه بتزبط، بس عم خبر الدراسات حتى هلا بياخذوه للتيومرز للكانسرز، يعني حتى في انواع من البوسويليا بتنعمل زيوت مقطره واسنشال اويلز وبياخذوها لاشياء طبيه. هالقد ممكن جدا 100%. ممكن جدا لانه منتج طبيعي وكثير حلو. صح، بس في دراسات عليه وريحته للبخور، مشان هيك نحن عارفين انه ببخره اكيد في الكوتات دينه، بس ريحه البخور هي بحد ذاتها بتزبط المود تبع الانسان، بتخلينا اصلا ننام احسن، بتقوي لنا المناعه كثير. يعني حتى هلا ديورينج دو كورونا اكيد، بس مش احنا عم نقول انه خذوه على هيك، البخور اسنشال اويلز تبعه مثل ما اللمن هن بيساعدونا تيكون عندنا مناعه اقوى، ومشان هيك فينا بركن نكافح الامراض. مش عم بقول انه بيقضي عليه اكيد، بتتبنى فكره طبيه، ولكن عم فكرتك حلوه لانه معقول كثير منطقيه. رح فرجيك بعد كم صوره عن الجريتس تبع البخور، قد ايه بتفرق اكيد بين الالوان وكيف اكيد بيكون البخور وهيك. وهيدي البوسويليا اكستراكت اللي هي كمان المور، اللي هي هيدي النبته الثانيه يلي كمان بتتاخذ اكيد لاشياء طبيه، وهيك اجمالا بتشوفهم النباتات. يعني هيدي هي بتشوفها طالعه وقت من الحجار، بتشوفها طالعه من الصخور، وهول هن يعني اذا بدك هول هن النباتات يلي اكثر شيء مذكوره بهيدي الاعياد. مناخ صحراوي بلبنان موجود هيك شيء معقول؟ جربوا بعض الناس يزرعوا منهم ما بتزبط، لانه ابدا ما عندنا هذا المناخ. هلا نحن عندنا مناخ شبه صحراوي صوب الهرمل، بس مش منه مناخ صحراوي مثل ما هن انتبهت. يعني عم نحكي صحراء كبيره، رمل، عم نحكي حدا بحر، وبحاجه للبحر للرطوبه اللي ممكن يعطيه كمان. مزبوط، خاصه امين ما اذا بتعرف باليمن في المنطقه اللي هي بالبحر يلي هي سوكوترا، وهونيك كمان في انواع من النباتات الرائعه يلي هي تعتبر من اهم المطارح اللي بيطلع فيها كل نباتات العالم، لانه هي منفصله عن كل شيء. في ناس بيقولوا كانت بافريقيا واجت صوب اليمن الجزيره، لازم هيدا بتساع الحلقه قد ما حلوه. سو الايكو سيستم از كومبليتلي غير، يعني البحر مع الصحراء مع الحراره وكل الاشياء. بيرفكت. يس مارك، هالمعلومات يعني بالعلم ولا بالخبره ولا بالهالتفرع بالمعلومات اذا بدك؟ ليك الحلو بالنباتات واسامي اللاتينيه تبعهم، اذا بتجرب تفهم الاسم النبته كيف خلق بدك تضطر تعرف شوي التاريخ تبعه، فهيدي هي الفكره تبعها. بس انه بحس، سوري انا اذا قطعتك، ولكن المرجعيه دائما ليش مثل ما بنقول رومانيه او دائما الكلمات المفردات يلي بنختارون دائما بتكون مقسمه، كلمه مقسمه هي بتعني هيك وهي بتعني 100%. لانه اذا بدك كل الاسامي تبع نباتات كثير اشتغلوا عليهم الجيزويت من زمان، وهن اعتبروا اللاتيني اذا بدك اللونجاج انترناسيونال تا كلهم يفهموا مع بعض. يعني انت تخيل انه انا اقول له لحدا باليابان خد قصعين، هو عنده اسمه ما بعرف شو، فاعتمدوا هذا الاسم. وبتشوف كيف نقمون بتفهم كثير من تاريخها. واليوم ما شددنا على الموضوع، بس انه ليك قد ايه بيعلمنا اشياء. مشاهدينا، مارك بيروتي دائما سيجمنت معه هي رحله، هي اكسبيرينس، مش بس مجرد سيجمنت. انا بشكرك مارك، ونحن واقفين وبنرجع لعندكم مشاهدينا.